دكتورة سحر، بجدد الترحيب بحضرتك. والحقيقة يعني سؤالي المباشر هو إزاي المجلس بيبقى يعني المركز القومي للأمومة والطفولة ممكن من خلاله يقدر إن هو يتصدى لكل هذه الظواهر السلبية فقط لمخاطر الإنترنت في مراحل الطفولة المختلفة، سواء كانت المبكرة أو المتوسطة زي ما احنا قلنا أو المتأخرة مع بداية المراهقة؟ هو طبعا برضو بجد الترحيب بحضرتك وبضيوف حضرتك. يمكن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بينقسم إلى ثلاث محاور. المحور الأول وهو الوقاية، والوقاية متمثلة في التوعية. التوعية هي فعلا توعية مسؤولية مجتمعية، مش مسؤولية المجلس بس المجلس بيتناول هذه القضية الشائكة، قضية العصر، بإيجابياتها وسلبياتها. لو إحنا اتكلمنا في التوعية، فالتوعية تبقى من خلال مبادرات زي مبادرة دوي طبعا اللي برعاية سيدة انتصار السيسي، مبادرة بكرة بينا. حاليا المجلس بيعد المبادرة قوية لمواجهة مشاكل الأطفال مع الأسرة، اسمها صاحبهم تكسبوهم. المبادرة دي جواها حملة توعية مكثفة عن مخاطر الإنترنت اسمها بلوك. ويمكن بلوك دي المقصود بيها مش بلوك الشخص، لا، هي بلوك لكل ما هو ألعاب إلكترونية، بلوك لكل محتوى غير هادف، بلوك لأي تطبيق خارج عن المألوف وخارج عن اللياقة والسلوك، بلوك لمنصات غير هادفة، بلوك الأشياء ممكن تودي بنفسية أطفالنا، تودي بحياتهم، زي الألعاب الإلكترونية اللي بتوديهم في سكة خطر جدا. إنما التوعية ليست بس للأطفال، التوعية لأولياء الأمور، لأن طبعا القدوة ثم القدوة ثم القدوة في هذا الأمر. إحنا بنشوف الطفل سن سنتين بيزن شوية، الأم أو الأب بيضطر إن هو يديله التليفون علشان هو مشغول بشيء تاني. فطبعا التليفون هو بيفتح له حاجات هو مش عارف إيه اللي ممكن يبص عليه، وغير كده هو بتترسخ عنده في ذاكرته إن التليفون أو الإنترنت اللي هو بيتفرج عليه دلوقتي ده هو مرتبط بإن هو يزن على الحاجة فيديها له. أيضا في موضوع المكافآت، إن هو يكافئه بإن هو يفتح له الإنترنت ويسيبه من غير أي ضوابط أو كنترول. المشكلة برضو إن الطفل بيشوف الأم والأب مشغولين بالتليفونات والإنترنت، ويمكن دلوقتي مع وجود الإنترنت على طول أسهل في الوصول لي على التليفون، فأصبح دلوقتي سهل جدا يبقى أي حد ماسك التليفون ومشغول عن طفله. فين ممارسات الرياضة؟ فين الفنون اللي احنا بنتكلم عليها؟ يمكن في مجالات كتير جدا مفتوحة لممارسات وألعاب هادفة غير موضوع مخاطر الإنترنت والمحتويات والمنصات الغير لائقة. لأن برضو خلينا نتفق إن الإنترنت ليه إيجابيات، فهو بوابة ذهبية للعلم والمعرفة، بخلاف طبعا المغارة المغلقة على المحتويات والمنصات والمواقع التي لا تليق يعني لا بسلوكياتنا ولا بمصريتنا ولا بأي شيء له علاقة بلياقة أطفالنا وبحبنا لجيل هينمو مفروض ويبقى مسؤول عن مصر. فبالتالي الموضوع مش بس مشكلة في الطفل، المشكلة في البيت طبعا في أولياء الأمور.